بنك السودان المركزي يصدر طبعة جديدة من فئة الألف جنيه. الآلية الثلاثية تلتقي من ناوي. وحدة الإرصاد الجوية تتوقع هطول أمطار متفرقة بعدد من الولايات. أهلا بكم مشاهدينا إلى الحصاد الإخباري الأخير من قناة البلد. افتتح السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق والركن عبد الفتاح البرهان يرافقه والي ولاية نهر النيل وقائد الفرقة الثالثة مشاة وقادة الأجهزة الأمنية بالولاية محطة إنتاج وتوليد الأكسجين بمستشفى المكنمرة التعليمية التابع لجامعة شندي ووضع حجر الأساس لمجمع الجراحة والنساء والتوليد. وقد استمع سيادته إلى تنوير من رئيس مجلس أمناء مستشفى المكنمرة التعليمي بالمراحل اللاحقة للمشروع. وقدم مجلس الأمناء وإدارة المستشفى السيد القائد العام ورئيس مجلس هيئة الأركان ووالي الولاية وقائد الفرقة الثالثة مشاة لجهودهما المقدرة في إتمام المشروع الذي تم إنشاؤه بالجهود الذاتية لمواطني المنطقة. وفي سياق متصل وضع البرهان حجر الأساس لمستشفى الطوارئ والإصابات للطريق القومي التابع لشرطة ولاية نهر النيل. يذكر أن هذه المستشفيات ستساهم في توطين العلاج بالولاية لمختلف الحالات التي تتطلب تحويلها للخرطوم. أبناؤهم بجهد أهلهم وباستقطاعات وبتعاون وبتكاتف، ونحن كلنا نجتهد فعلا نكمل البتاع ده، ما نعمل مرحلة ونقيف. نستنفر اهلنا اخواننا الخيرين من اولاد المنطقه من اي زول داري يساهم في المشروع ده يساهم فيه. نحن هسه بدينا البدايه دي ذاتها، الحكومه تحت الولايه ساهمت فيها والخيرين من ابناء المنطقه والداعمين ساهموا فيها، ان شاء الله نمشي فيه ونكمل للنهايه. بموجب احكام الماده السادسه من قانون بنك السودان المركزي لسنه 2002 وتعديلاته اللاحقه واستنادا الى سلطات بنك السودان واختصاصاته ومسؤولياته في حمايه العمله الوطنيه وبهدف طباعه فئه الالف جنيه وتجويد مواصفاتها التامينيه، بهذا يعلن بنك السودان المركزي للجمهور كافه عن اصدار طبعه ثانيه من فئه الالف جنيه وفق النموذج المرفق ليتم تداولها مع الطبعة الأولى وبنفس المواصفات والعلامات التأمينية للطبعة الأولى عدا الاختلافات التالية: تاريخ الطبعة مايو 2022، استبدال العلامة التأمينية المتمثلة في الصورة الهولوغرافية لزهرة الكركديه بعلامة تأمينية على شكل زهرة الشمس مطبوعة طباعة بارزة بأحبار مقروءة آليا، اختلاف توقيع المحافظ في الطبعتين وتحتفظ الطبعة الثانية بنفس المواصفات والألوان والعلامات التأمينية المعروفة للطبعة الأولى والمتمثلة في أبعاد الورقة ومضمون الورقة، الزراعة، لون الورقة الأساسي اللون الأزرق، تتضمن الواجهة صورة صومعة غلال، وخلفية الورقة تتضمن صورة مزارعين وشلال جبل مرة جبل التاكا، الرقم 1000 جنيه على اليسار وأدنى اليمين، الرقم المتسلسل للورقة يوجد على أعلى اليمين وأدنى اليسار، الملمس الخشن للورقة على صورة صومعة الغلال وعبارتي بنك السودان المركزي وألف جنيه سوداني، الصورة الكامنة تظهر عند إمالة الورقة، العلامة المائية صقر الجديان والرقم 1000 جنيه وشريط تأميني متغير الألوان والحركة النظائر المتطابقة زهرة الشمس. قال نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دقلو إن الضرر بسبب السيول والأمطار كبير جدا في جميع مناطق السودان وهنالك ضرر جزئي، وخاطب حمية المتضررين من السيول والأمطار بمحلية بربر اليوم وقال إن المتحدث باسم المنطقة طالب ب30 مليارا لتعميرها. وأشار حمتي إلى أن المسؤولية المجتمعية فيما يلي إنتاج الذهب في ولاية نهر النيل تجعل من مدينة بربر تحفة معمارية إذا كانت هنالك شفافية وعدالة.
قالت بعثة الأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية إن الآلية الثلاثية اجتمعت اليوم مع تحالف سياسي بقيادة ميني أركمناوي، وأوضحت في تغريدة أن الاجتماع يأتي في إطار جهود الآلية الثلاثية المستمرة للوصول إلى صيغة توافقية للمضي قدما نحو إعادة السودان إلى مسار انتقال ديمقراطي ذي مصداقية بقيادة مدنية. في جانب آخر، كشفت تقارير صحفية اليوم عن انتهاء مجموعة الميثاق الوطني من الإعلان السياسي، حيث تمت إجازة الميثاق وإنها تعمل حاليا على الإعلان الدستوري. وأوضحت أن المجموعة لديها خلاف حول 4 بنود فقط بشأن الإعلان الدستوري، وتجري المشاورات حوله بجانب نقاط تتعلق بشرق السودان. وقال القيادي بمجموعة التوافق الوطني سليمان صندل خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الخرطوم إن الإعلان السياسي أكد على وحدة السودان ومراعاة التنوع الثقافي والديني والعرقي في البلاد واستكمال تنفيذ اتفاق سلام جوبا. كما أكد الإعلان ضرورة وجود علاقة متزنة بين المكون العسكري والمدني وإكمال هياكل السلطة الانتقالية في الفترة القادمة، وأهمية العدالة الانتقالية ومثول جميع المتهمين أمام المحكمة الجنائية الدولية. تبرع عضو مجلس السيادة الانتقالية الطاهر حجر ب10 مليون جنيه دفعة أولى للمتضررين من السيول والأمطار في قريتي عبود وكوغيلا. وأعرب حجر عن أسفه للأضرار الكبيرة التي خلفتها الأمطار والسيول بالمدن وقرى الجزيرة ومشاريعها الزراعية. واليوم تفقد الطاهر حجر قريتي عبود وكوغيلا جنوبي الجزيرة وأهل المنطقة ومواطني المنطقتين بضرورة الابتعاد عن مجاري السيول والفيضانات، وأمن عضو مجلس السيادة على ضرورة توحيد الجهود الحكومية والشعبية لتخفيف الأضرار، ووعد سيادته بتقديم الدعم العاجل والمساعدات الإنسانية الضرورية. استمع المجلس القيادي للجبهة الثورية السودانية برئاسة الدكتور الهادي إدريس عضو مجلس السيادة الانتقالي خلال اجتماعه بقاعة الصداقة بالخرطوم إلى تنوير قدمه رئيس الجبهة حول المشاورات غير الرسمية والتي جرت مؤخرا مع الآلية الرباعية ممثلة في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، والتي تناولت هياكل حكم الفترة الانتقالية ومهامها. وقال الأستاذ أسامة سعيد الناطق الرسمي باسم الجبهة الثورية في تصريح صحفي إن اجتماع المجلس القيادي للجبهة الثورية أحيط علما بمشاورات اجتماعات الآلية الرباعية، وكذلك تناول قضايا المبادرات المطروحة بالساحة السياسية. وأكد أن الجبهة الثورية ستتعامل مع كل المبادرات حينما تتفق وتتسق مع اتفاق سلام جوبا وعدم المساس به. وكشف أن الاجتماع اتفق على تشكيل لجنة سياسية برئاسة مالك عقار عضو مجلس السيادة الانتقالي لمناقشة كل المبادرات المطروحة وإدخال التعديلات الضرورية لمبادرة الجبهة الثورية في الوثيقة الدستورية، وكذلك من مهام اللجنة تطوير وتحديث مبادرة الجبهة الثورية السودانية. فعلت وزارة الداخلية واحتبارا من أمس بصورة رسمية صلاحيات إدارة الشرطة المجتمعية وفق قرار السيد مدير عام قوات الشرطة. وفق تعميم صحفي من الوزارة لكل الإدارات، جاء فيه يتم استرداد جميع المركبات والآليات التي تتبع لإدارة شرطة أمن المجتمع سابقا وإنهاء جميع الحاقات منسوبية الإدارة من الإدارات الأخرى وإرجاع كافة المنقولين من هذا الطرف وتبعيتهم للإدارة الجديدة باسم الشرطة المجتمعية وفق قرار مدير عام الشرطة والبدء في تنفيذ مهامها الجديدة وسط الأحياء. وفي وقت سابق أصدرت وزارة الداخلية بيانا توضيحيا حول تصريحات وزير الداخلية المكلف مدير عام قوات الشرطة بخصوص إنشاء الإدارة الحديثة الإدارة العامة للشرطة المجتمعية، أكدت فيه التزامها بكل المعايير والمبادئ التي تحكم المجتمع. وتوجس العديد من الناشطين من انحراف عمل الشرطة المجتمعية بإعادة ما يسمى بشرطة النظام العام، والتي كانت تعمل أيام النظام السابق بصلاحيات واسعة تتعارض مع حقوق الإنسان. شارك التحالف المهني للصحفيين السودانيين في مناظرة للمرشحين لنقابة الصحفيين السودانيين بمؤسسة طيبة بريس،
واستعرض مرشح التحالف المهني للصحفيين السودانيين عبد الرحمن العاجب برنامج التحالف الانتخابي، وقال إن التحالف يضم المهنيين 10 قطاعات مهنية خرجت ببيان للتأسيس يعمل على دعم ويقوم بأدوار وطنية ودعم الثورة المجيدة، ويعمل في إطار دعم التحول الديمقراطي وبناء نقابة مهنية حرة ومستقلة والدفاع عن حقوق المهنة وحقوق الصحفيين وحماية الصحافة والحريات والوصول لنقابة تمثل جميع الصحفيين وتدفيج نضالات الصحفيين بعودة النقابة نحو التغيير. وأشار إلى أن إطار البرنامج الانتخابي لقائمة التحالف يتضمن القضايا الوطنية والقومية والقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان ودعم التحول الديمقراطي العدالة وتحسين أوضاع الصحفيين. اختتمت اليوم فعاليات مبادرة تحدي القراءة العربي والتي نظمتها الإدارة العامة للأنشطة المدرسية بوزارة التربية والتعليم، حيث شهد حفل الختام وزير التربية والتعليم محمود سر الختم الحوري وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالخرطوم حمد الجنيبي إلى جانب عدد من المسؤولين والمهتمين بتطوير العملية التعليمية. وقالت ممثلة مؤسسة الجودة هنا رمضان إن مبادرة تحدي القراءة العربية أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي ضمن 30 مبادرة بالوطن العربي، ونالت حظها من المشاركة الفاعلة، مشيرة إلى أن السودان يشارك في النسخة السادسة حيث فاز السودان سابقا في النسخة الرابعة بالمركز الأول. وأضافت أن مشاركة هذا العام كانت جيدة، حيث نالت الطالبة تالي إبراهيم المركز الأول على مستوى السودان ومعها 9 آخرون والذين يمثلون السودان في المسابقة النهائية بدولة الإمارات العربية المتحدة. هذا ونالت مدرسة الجودة جائزة التميز إلى جانب المشرفة المتميزة من ولاية النيل الأزرق. وأكد المتحدثون على أهمية المبادرة في صقل المواهب والقدرات الإبداعية في مجال القراءة لدى الطلاب، فضلا عن زيادة وعيهم الثقافي والمعرفي وتفجير طاقاتهم الإبداعية. تمر المدرسة بعدد من المنافسات على مستوى المحلية وعلى مستوى الولاية وعلى المستوى القومي، وهذا هو الفوز على المستوى القومي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نفوز على المستوى العربي وتكون مؤسسة الجودة التربوية التعليمية يعني إحدى هذه المدارس أو المؤسسات الكبيرة التي تدخل المنافسة وترفع اسم السودان عاليا بإذن الله تعالى. وفي أخبار الولايات، تضررت عددا من الأحياء بمدينة سينجا حاضرة ولاية سنار بفعل الأمطار الأخيرة، حيث انهارت منازل بحي القلعة وحي السلام، وتعاني المدينة من اختناقات في تصريف مياه الأمطار. وكان والي سنار العالم النور وأعضاء حكومته قد قاموا بجولة ميدانية على تلك الأحياء ووقفوا على الأضرار التي لاحقت بالمواطنين. ووجه الوالي أجهزته وكافة المحليات بحصر الأضرار والجهات الهندسية بتقوية الجسر الواقي من خطر الفيضانات بالمدينة، إلى جانب تكثيف الجهود في فتح وتطهير المصارف بجميع المحليات. وفي جانب متصل، أكد ديوان الزكاة في سنار دعمه لطوارئ الخريف بتقديم الخدمات للمتضررين والمنكوبين من خلال تنفيذ حزمة من التدخلات. وكشف من ديوان الزكاة بالولاية آدم بشر إبراهيم خلال مؤتمر صحفي بسنجا إن الديوان قام بدعم عدد من الأسر المتضررة. كواحدة من المؤسسات الداعمة لأولئك الذين حقيقة حضروا في ظروف قاهرة في خريف وكثير من المحطات كان ما في مواصلات بسبب الطين والوحل، ونحن الحمد لله وتواجدنا في كل محليات اللي متاخمة لهذه الولاية وقدمنا دعم مقدر جدا تجاوز 2350 جوال ذرة وكذلك سلال غذائية تجاوز أكثر من 72 ألف جنيه. نسأل الله تعالى أنه يعودوا إلى بلادهم وهم حقيقة فئات منتجة وعندهم كثير جدا من التدخلات في مسألة الدخل الفردي الذي في آخر المدة يتحول للدخل القومي. حيا الأستاذ محمد البدوي عبد الماجد أبو قرون والي نهر النيل المكلف إنسان ومواطن كنور الكبرى،
وذلك لدى مخاطبة اللقاء الجماهيري الحاشد بالمنطقة على شرف وضع حجر الأساس لمستشفى كانور لأمراض الكلى، وضع حجر الأساس لمركز شرطة كانور وافتتاح المركز في الموقع المؤقت. وأشاد السيد الوالي بتجربة كانور في العمل الطوعي والخيري والإنساني، مؤكدا بأنها تمثل النموذج والمثال على مستوى السودان، حيث قدمت العديد من القامات في مجالات الاقتصاد والتجارة والتعليم وغيرها من المجالات، مشيرا بأنها لها بصمة خاصة في جميع مناطق البلاد وخيراتها الوافرة تعم الجميع. وأكد السيد الوالي رعايته التامة لمشروعات وبرامج المنطقة، مشيدا بالمجهودات المقدرة لمنطقة كانور الخيرية والأعمال الجليلة والكبيرة للمنظمة كنموذج للمنظمات الفاعلة التي قدمت الكثير للبلاد. شدد الأستاذ مصطفى دفع الله أمين عام حكومة ولاية الجزيرة ممثل الوالي لدى مخاطبته اليوم بأمانة الحكومة بود مدني الجلسة الافتتاحية لاجتماع مجلس أمناء الصندوق القومي لرعاية الطلاب بالولاية، أكد على ضرورة تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية لإنفاذ برامج وخطط الصندوق لتهيئة بيئة السكن وتقديم الخدمات لطلاب التعليم العالي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة والدور المؤثر للطلاب وسط المجتمع. من جانبه أكد الأستاذ عاطف محمد إبراهيم أبو شوك وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة المكلف رئيس المجلس على دور الصندوق تجاه تهيئة البيئة السكنية والخدمة الصحية وحزمة المناشط للطلاب لتعزيز استقرار العملية التعليمية، مشيرا إلى أن الزيادة الكبيرة في مؤسسات التعليم العالي بالولاية وارتفاع كلفة الخدمات تمثل أهم التحديات للصندوق في المرحلة المقبلة، وأشاد بالدعم المتصل من حكومة الولاية والمجتمع وديوان الزكاة لكل برامج وخطط الصندوق تجاه الطلاب. استعرض والي جنوب كردفان المكلف موسى جبري محمود نتائج زيارته الأخيرة للخرطوم والتي أجرى خلالها سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين بالدولة وعلى رأسهم رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق والركن عبد الفتاح البرهان، إضافة إلى عدد من الوزراء والمسؤولين في القطاعين العام والخاص. جاء ذلك خلال التنوير الصحفي الذي قدمه بأمانة الحكومة أمس بكادوغلي، وأشار إلى الخروج برؤية مع المسؤولين بالمركز حول كيفية معالجة استحقاقات العاملين بالولاية ضمن الحل الشامل لولايات السودان لجهة أن الولاية تعيش ظروفا استثنائية. وأكد الوالي التزام مدير البنك الزراعي بتمويل المزارعين وتوفير السماد والوقود، مشيرا إلى أن الولاية تستهدف زراعة مساحات واسعة خلال الموسم الزراعي لهذا العام، بينما التزمت وزارة المالية الاتحادية بتوفير أكثر من 30% من خطة تأمين الموسم الزراعي. رياضيا، وفي مؤتمر صحفي جامع قدم نادي الهلال مدربه الكنغولي فلوران إيفينجي، حيث ابتدر عضو المجلس العلاجي الخطوات التي قام بها المجلس بترميم صفوف الفريق بطريقة مدروسة وباتفاق تام مع الجانب الفني بدوره. قدم المدرب رؤيته للمرحلة القادمة مطالبا فيها المنظومة المتكاملة بالنادي من جماهير وإعلام ولاعبين العمل بجماعية لتحقيق الأهداف، كما أكد فلوران على أهمية اللعب لأربع مباريات قبل نزال سان جورج الإثيوبي منتصف الشهر القادم. وفي جانب متصل، أعلن مدير الكرة بنادي الهلال عبد المهيمن الأمين عن خطوة مرتقبة خلال الأيام المقبلة للتنسيق بشأن دخول الجماهير للتدريبات بمشاورة الطاقم الفني. جاء ذلك في أعقاب القرار الصادر يوم الثلاثاء بحرمان جماهير الهلال من دخول التدريبات وإغلاقها. وأوضح عبد المهيمن الأمين أن قرار إغلاق التدريبات يجيء لتهيئة الأجواء للطاقم الفني من أجل طرح خططه وحتى يتمكن اللاعبين من استيعابها بالشكل الأمثل. أجرى رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم الدكتور معتصم جحفر سير الختم اتصالا هاتفيا ببعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بمراكش، اطمأن خلالها على أفرادها وتفقد أحوالها، وتحدث مع رئيس البعثة المكلف عبد الرحمن خالد ومشرف المنتخب بكري المناجل والمدير الفني برهان تيا، متحدثا عن أهمية مباراة جيبوتي في تصفيات كأس الأمم الإفريقية للاعبين المحليين الشأن
وضرورة الفوز والتأهل لنهائياتها بالجزائر في العام 2023، مؤكدا حرص الاتحاد على تهيئة أجواء مثالية للمنتخبات وتوفير كافة الاحتياجات والإعداد بصورة تمكنها من تحسين تمثيل السودان في مشاركاته المختلفة. وقال: سنسخر كل علاقاتنا مع الاتحادات الدولية والقارية والإقليمية لتحقيق ذلك. وطالب الجهاز الفني واللاعبين بالاستفادة القصوى من المعسكر وتحقيق الفوائد الفنية المنتظرة. اختتمت بالأمس بصالة مركز تطوير الشباب بالفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور فعاليات بطولة التعايش السلمي لتنس الطاولة التي نظمها الاتحاد المحلي للعبة تحت رعاية والي شمال دارفور وإشراف رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة. وشارك في البطولة أكثر من 30 لاعبا من مختلف الفئات العمرية. ففي منافسة فئة الرجال فاز المخضرم عباس كاكوم على اللاعب عبد الحميد كاكوم، وفي فئة السيدات فازت اللاعبة سهيلة علي، وفي فئة الناشئين فاز اللاعب مصطفى صالح على أيمن عيسى. أدار المباريات الحكام علي حسن وعبد الله مرسال. وفي الختام تم توزيع الجوائز للفائزين في البطولة. وأشاد رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بشمال دارفور محمد سليمان بجهود اتحاد تنس الطاولة على مبادرته التي تعزز رسالة السلام والمحبة في المجتمع، مؤكدا وقفته ودعمه المتواصل للمناشط. نجح السباح زياد سليم في تسجيل إنجاز جديد للسودان ضمن مشاركته في بطولة التضامن الإسلامي المقامة حاليا بمدينة قونيا التركية، حيث حصل السباح زياد على ميدالية برونزية في سباق 100 متر. وتعد هذه الميدالية هي الثانية للسباح زياد سليم في البطولة بعد نيله الميدالية الفضية في سباق 200 متر والميدالية الثالثة للسودان في مجمل المشاركات في البطولة. هذا وسيشارك السودان في ختام سباق 50 مترا والذي سيجري اليوم. أصدرت رابطة مشجعي مانشستر يونايتد بيانا وصفت عبره بداية الفريق للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز بالمخزية. وذكرت الرابطة في بيانها أنها لا تعلق عادة على الأحداث داخل الملعب، لكن ما يحدث هذه الفترة يمثل استثناء، خاصة بعد الكوارث التي عاشها الفريق الموسم الماضي وفترة الانتقالات غير المرضية حتى الآن حسب ما جاء في البيان، والذي أضاف أنه ليس الكثير توقعوا أن يكون وضع الفريق مخزيا كما حدث يوم السبت، في إشارة للخسارة الكبيرة أمام بيتفورد 4 أهداف للا شيء. وحملت الرابطة المسؤولية الكاملة لعائلة غليزر مالكة النادي مطالبة بتغيير عاجل وجذري في كل الجهات. واجه المدربان الألماني توماس توخيل والإيطالي أنطونيو كونتي خطر الإيقاف بعدما وجه إليهما الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تهمة التصرف غير اللائق، وذلك على خلفية المشادة التي حصلت بينهما خلال مباراة الديربي بين تشيلسي وضيفه توتنهام في المرحلة الثانية من الدوري الممتاز. ودخل توخيل وكونتي في مشادة حامية خلال المباراة بعد هدف التعادل، وذلك بنتيجة مبالغة الإيطالي في احتفاله أمام دكة بدلاء تشيلسي، فحصل كل منهما على بطاقة صفراء. ثم تكرر المشهد في نهاية اللقاء وبشكل أعنف بعدما صافح كونتي نظيره الألماني، إلى أن الأخير بدأ غاضبا كون الإيطالي لم ينظر إليه، ما أدى إلى مشادة بينهما وتلقيهما بطاقة حمراء. توقعت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للإرصاد الجوية في نشرتها لحالة الطقس للساعات القادمة، توقعت هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة في أجزاء متفرقة من ولايات الخرطوم والبحر الأحمر، نهر النيل الشمالية، شمال كردفان، الجزيرة، النيل الأبيض وشمال وشرق دارفور. وقالت إن الفاصل المداري يمر اليوم شمال بورسودان وعبرة وجنوب أبو حمد وشمال الأبيض والفاشر والجنينة. كما توقعت وحدة الإنذار المبكر هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في أجزاء متفرقة
من ولايات كسلا، الجضارف، سنار، النيل الأزرق، جنوب كردفان، جنوب وسط وغرب دارفور. وتوقعت أيضا أن تتوالى درجات الحرارة العظمى والصغرى ارتفاعها الطفيف في معظم أنحاء البلاد. انتهى الحصاد الإخباري، نعود لنذكر بعناوينه. بنك السودان المركزي يصدر طبعة جديدة من فئة 1000 جنيه. الآلية الثلاثية تلتقي من ناويه. وحدة الإرصاد الجوية تتوقع هطول أمطار متفرقة بعدد من الولايات. تقبلوا تحياتي وتحيا فريق العمل، إلى اللقاء.